أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة يلزمها السلام، بل هي مع السلام وجهان لعملة واحدة. وما أظن أن هناك دينا من الأديان ولا نظاما اجتماعيا أو دستوريا رحم الإنسان وعصم دمه مثل ما عصمه نبي الإسلام. كلنا يرى هذا المشهد البشع الشنيع يعني الفظيع، أي عبارات أخرى لشتم المشهد وللتنبيه على أنه لا يليق بالإنسانية. لكن الأبشع والأشنع أن يكون اللواء المرفوع والعنوان الموضوع الدين الإسلامي، أن ينمى هذا المشهد إلى الدين الإسلامي، أن يعتبر الدين الإسلامي ليس رافدا فقط وإنما سببا لما يشهده العالم من اضطراب ومن احتراب لا يقره شرع ولا يقبله دين. في منظور الإسلام سيدهشك أن تعلم أن هذا الكون بكل عوالمه في منظور القرآن الكريم ليس ميتا أو جمادا أصم محروما من الوعي والإدراك ومن حياة تناسبه.